كان، ولكن الشيخ محمد للاسف اغمى عليه ونقل الى المستشفى، وما زلنا نحن مرابطون في مصطفى محمود ونحاول الوصول الى رام العدويه الان ان شاء الله. مجلس شورى العلماء يتوجه الى الله عز وجل بالابتهال ان يخرج هذه الكربه وان يحمي ان يعصم ويحقن دماء المسلمين وان يرد عدوان المعتدين وان يواسي قلوب هؤلاء المؤمنين.